أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يدشن اللقاء العلمي السنوي الأول لأمراض وجراحة القلب، ويلتقي وكيل وزارة الصحة بالمكلا. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تتفقد سير الأعمال في مشروع معهد التعليم الفني والتدريب المهني بسيئون. مركز المرأة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت ينظم ورشة عمل حول رؤية وأهداف المركز للمرحلة المقبلة. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الشخصية السياسية والبرلمانية والأكاديمية عضو مجلس النواب الدكتور محمد سالم الجوهي الذي وافاه الأجل يوم الخميس. وجاء في بيان النعي أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ومكونات المجتمع المدني فوجعت بنبأ وفاة الفقيد محمد الجوهي بعد عمر حافل بالعطاء في المجالات السياسية والبرلمانية والأكاديمية، مضيفا أن الفقيد قدم لحضرموت والوطن خدمات جليلة وملموسة، وبرزت خدماته في متابعاته الدؤوبة لاحتياجات حضرموت والمطالبة بها بصوت عال وواضح. وقال البيان أن حضرموت والوطن خسرت واحدا من خيرة أبنائها الذي ظل صوته صادحا بالحق ومطالبا بالتغيير وخدمة الجانب التعليمي من خلال عمله أستاذا لعلم الجغرافيا في جامعتي حضرموت وعدن. وتقدمت قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ومكونات المجتمع المدني بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى أبناء وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والجميع الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. في إطار زيارة رئيس الأركان العامة الفريق الركن بحري عبد الله النخعي التفقدية للوحدات العسكرية بالمنطقة الثانية بحضرموت، اطلع رئيس الأركان بمعية محافظ حضرموت على الأعمال الإنشائية الجارية في مباني كلية الشرطة والنصب التذكاري لشهداء حضرموت والصالة الرياضية بمعسكر الجوية بالمكلا، بالإضافة إلى عقده اجتماع مع رؤساء الشعب وقادة الألوية العسكرية. المزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبد الله سالم النقعي اجتماعا بالمكلا برؤساء الشعب وقادة الألوية العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية بحضور محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريشة. وفي الاجتماع قال رئيس هيئة الأركان بأن النزول الميداني إلى المناطق العسكرية في حضرموت جاء بتكليف من رئيس الجمهورية لمتابعة أوضاع المقاتلين والاستماع لهمومهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم. وأضاف أيضا الفريق الركن النقعي بأننا سائرون في هيكلة وزارة الدفاع على أسس علمية صحيحة وإنهاء العشوائية وتعميم نظام البصمة والقضاء على الازدواجية والأسماء الوهمية. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه وجه بتنظيم صرف المرتبات بصورة شهرية ومضاعفة العمل لإنجاز معمل الزي العسكري بمأرب لسد الاحتياجات لكافة منتسبي المناطق العسكرية من الزي العسكرية. وفي سياق متصل اطلع رئيس هيئة الأركان العامة ومعه محافظ محافظة حضرموت على الأعمال الإنشائية الجارية في مباني كلية الشرطة بالمكلا والنصب التذكاري لشهداء حضرموت والصالة الرياضية بمعسكر الجوية بالمكلا. وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية في إنجاز مشروع كلية الشرطة والنصب التذكاري واستكمال المباني الخاصة بالكلية لافتتاحهما رسميا ولاستيعاب الطلاب أول مرة كإنجاز جديد يضاف لحضرموت. وأكد النقعي اعتزاز هيئة الأركان العامة بالمنطقة العسكرية الثانية وإنجازاتها الملموسة في تطوير المؤسسة العسكرية وتنفيذها لخطط إعادة فرض الأمن وتحقيق الاستقرار في حضرموت ونجاحها في حربها على الإرهاب، واهتماما بتأهيل منتسبيها وتدريبهم وبناء لياقتهم من خلال إنشاء الصالات الرياضية وإكسابهم مهارات جديدة في مختلف الفنون القتالية. دشنت اليوم بمدينة المكلا أولى جلسات اللقاء السنوي الأول لأمراض وجراحة القلب الذي ينظمه مركز نبض الحياة ومؤسسة أمراض القلب الخيرية على مدى 3 أيام تحت شعار القلب نبض الحياة. ويشارك في الملتقى السنوي الأول بمشاركة من 500 طبيب واستشاريين دوليين من داخل وخارج اليمن. وفي حفل التدشين قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن هذه الفعالية العلمية المهمة تأتي انطلاقا من اهتمام قيادة السلطة المحلية بحضرموت بتعزيز وتطوير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمواطنين. وكان اللقاء العلمي الأول شهد ورش عمل علمية يوم أمس ناقشت الجوانب التصورية لأمراض القلب واستخدام الوسائل التشخيصية وتخطيط القلب والأشعة السينية وجهاز الموجات الصوتية، كما استعرضت الورش العلمية التطورات العلمية في مجال إنقاذ الحياة ووضع القلب الطبيعي وتشريح القلب والجوانب الإسعافية لمرضى القلب وكيفية التدخل السريع في هذه الحالات، بالإضافة إلى التعليم الطبي المستمر واحتياجاته وأخلاقيات المهنة وخلق الحس الطبي والسريري وتنمية المهارات العلمية الطبية وكيفية العناية بالمريض في غرف العناية المركزة. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه اليوم وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور شوقي الشربجي وناقش معه الأوضاع الصحية في المحافظة واحتياجات بعض المرافق الصحية. وأشاد وكيل وزارة الصحة بدعم السلطة المحلية بالمحافظة للمستشفيات والمرافق الصحية في حضرموت واهتمامها بالقطاع الصحي وتذليل الصعوبات التي تواجه مكتب الصحة بالمحافظة وتوفير الأجهزة الطبية وإعادة تأهيل المنشآت الصحية. كما ثمن باحتضان حضرموت للقاء السنوي لجراحة وأمراض القلب. من جهته أكد محافظ حضرموت أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة اهتمامات السلطة المحلية وشهد خلال العام الماضي تطورا واستقرارا ملحوظا من خلال التعاقدات مع الكوادر الفنية العليا والوسطية ودعم المستشفيات والمرافق الصحية بالأجهزة اللازمة. ووجه محافظ حضرموت بدعم هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا بمبلغ $20,000 لإصلاح الأجهزة العاطلة بالمستشفى، كما وجه بسرعة رفع مقترح بإعادة تأهيل وصيانة قسم الأطفال بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة. ناقش وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي مع مدراء عموم المديريات آلية تنمية الموارد المالية وتفعيلها من أجل تطوير المشاريع الخدمية والتنموية بمديريات ساحل حضرموت. واستعرض الاجتماع الذي عقد بمكتبه بناء على تكليف المكتب التنفيذي بالمحافظة التقرير المالي للإيرادات المحلية والمشتركة بموجب الموازنة وكيفية زيادتها، وكذا استعراض المشاريع المنجزة للعام الماضي في مختلف المديريات، بالإضافة إلى وضع آلية لتحصيل الموارد المالية في جميع المديريات ومنح كل مديرية حصتها من الإيرادات المالية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل المكاتب التنفيذية بالمديريات من أجل تحصيل الجوانب الإدارية والتنموية وتعزيز الدور الرقابي والاجتماعي وتخصيص نسبة 50% من الإيرادات المالية لكل مديرية، وذلك ضمن خطة السلطة المحلية للعام الحالي. تفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت سير الأعمال في مشروع معهد التعليم الفني والتدريب المهني بسيئون الجاري تنفيذه والممول من قبلها ضمن حصة النفط بالمحافظة. ويتكون المشروع من 4 مباني تحتوي قاعات دراسية ومعامل ومكاتب إدارية ومكتبة ورقية وأخرى إلكترونية وقاعة كبرى للأنشطة والاحتفالات، وتبلغ كلفته حوالي 435 مليون ريال يمني. واستمعت السلطة المحلية أثناء تفقدها للمشروع من مدير عام الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء الدكتور علوي بن يحيى إلى شرح حول الأعمال المنجزة وعدد من المشكلات الفنية التي اعترضت سير عمل المقاول، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 15% منذ بدء العمل فيه قبل 5 أشهر، والذي سيستمر قرابة 2 سنوات. هذا وشددت السلطة المحلية على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والحرص على تنفيذ مكونات المباني وفق المواصفات الفنية، داعية كل الجهات ذات العلاقة في المشروع التعاون والتنسيق المستمر من أجل إنجاز مراحل المشروع المختلفة في الوقت المحدد. اطلعت السلطة المحلية بالوادي والصحراء على نشاط الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومشاريع الهيئة الحالية الجاري تنفيذها في عدد من المديريات الصحراوية ضمن حصة المحافظة من مبيعات النفط والخطط المستقبلية للهيئة. واستمعت السلطة المحلية من مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بوادي وصحراء حضرموت المهندس حسام غيثان إلى نشاط الهيئة، مشيرا في حديثه إلى وضع خطط سنوية تستهدف إيصال المياه إلى المناطق الريفية والصحراوية، وكذا مشروع إنشاء مبنى ومستودع خاص بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بوادي حضرموت في الفترة القادمة. وصل الشاب الحضرمي المهندس خليل النوبي الحائز على وسام الإبداع العربي والريادة في بيروت إلى مدينة سيئون، وكان في استقباله وكيل مديريات وادي حضرموت والصحراء. وحصل المهندس النوبي على جائزة الإبداع العربي على هامش المؤتمر العربي الثاني للريادة والإبداع الذي نظمه مركز التفكير الإبداعي بالعاصمة اللبنانية بيروت. وبارك الوكيل الكثير للمهندس النوبي بتحقيقه هذا الإنجاز المضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في مسيرته العلمية ومشاركاته الدولية، مؤكدا دعمه لكل الطاقات الشبابية والمشاركات الخارجية التي ترفع اسم الوطن وحضرموت في المحافل الدولية. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون جاهزية قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة والمديريات لبدء العملية التربوية والتعليمية بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي. وأضاف خلال كلمته التوجيهية باللقاء التشاوري الموسع لقيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات ومديري المدارس والثانويات والمجمعات ورياض الأطفال الذي عقد الخميس، إلى أن هذا اللقاء يأتي لتتبع مجمل سير العملية التربوية والتعليمية بمديريات المحافظة كافة ما نفذ بالفصل الدراسي الثاني ومدى الاستعدادات الخاصة لهذه المديريات. واستعرض الإيجابيات لتعزيزها، وتجاوز السلبيات التي رافقت سير العملية الدراسية للفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بشكل شامل بالجوانب الفنية والإدارية وبذل جهد أكبر في المتابعة والإشراف المستمر على الإدارات المدرسية. هذا وكان مديري إدارة التوجيه والاختبارات والإدارات بمكتب الوزارة بالمحافظة نشاطهم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مديري الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات حول ما تم تنفيذه خلال الفصل الدراسي الأول واستعداداتهم لاستقبال الفصل الثاني، وكذا مداخلات من قبل الحاضرين في اللقاء حول الصعوبات التي تواجه عمل الإدارات المدرسية في الجوانب الفنية والإدارية. ألقى منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت القبض على مروج لمادة الحشيش المخدر بأحد أحياء منطقة فوة غرب مدينة المكلا، وفي العملية التي تم ضبط المروج فيها كان بحوزته أكثر من 1000 جرام من مادة الحشيش المخدر محاولا بيعها، وأودع منتسبو المكافحة المتهم في الحجز لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله أحمد الأحمدي بأن المكافحة ستعمل للحد والقضاء على هذه الآفة المدمرة للمجتمع بكافة الطرق ومطاردة العصابات المروجة والمهربة للمخدرات عبر كافة المنافذ البرية والبحرية بالساحل، مشيدا بمنتسبي مكافحة المخدرات للكشف والتحري والقبض على العصابات التي تقوم ببيع وترويج المواد المخدرة. نظم مركز المرأة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت ورشة عمل حول رؤية ورسالة وأهداف المركز برعاية من رئيس الجامعة وبمشاركة عدد من المهتمين بقضايا المرأة. واستعرضت مدير مركز المرأة الدكتورة أحلام بن بريك الرؤية والرسالة والخطة الاستراتيجية للمركز لمناقشتها على الحاضرين واطلاعهم عليها لوضع المقترحات والحلول لتطويرها من أجل إعداد الصياغة النهائية لرؤية ورسالة وأهداف المركز للمرحلة القادمة. وفي الورشة قدم الدكتور عبدالله بن محمد بن ثعلب محاضرة تناول خلالها نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص لعمل المركز خلال 5 سنوات الماضية وكيفية معالجتها ووضع الأولويات للأنشطة للعام الجاري بما يخدم تنمية المرأة في محافظة حضرموت. اختتمت بقاعة نادي متطوعون بالمكلا دورة إعداد الخطيب التنموي التي ينظمها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت بالتعاون مع مؤسسة ابن عباس العلمية. وشارك في الدورة التي استمرت على مدى 5 أيام 60 خطيبا من خطباء مديرية المكلا وضواحيها، تلقوا خلالها الدورة على المحور العلمي التربوي والصحي والبيئي والاجتماعي الأسري، وتهدف إلى ربط احتياجات المجتمع برسالة المنبر والمسجد ومساهمة المنبر في توظيف الشباب في التنمية. واستعرض في حفل الاختتام ريبورتاج مصور عن نشاطات مكتب الأوقاف بجانب الإرشاد والتوعية. نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بساحل حضرموت حفلا تكريميا ل6 من كوادر وموظفي المؤسسة المتقاعدين عن العمل. واستهل الحفل بكلمة مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنور باعباد موضحا خلالها الخدمات التي نفذتها المؤسسة وتنفذها في الوقت الحالي والسابق وما مرت به من مراحل صعبة خلال الفترات السابقة، داعيا جميع المنظمات والمؤسسات الخاصة للاستفادة من الخدمات التأمينية للموظفين التي تقدمها المؤسسة والتي تكفل جميع حقوقهم المالية عند انتهاء فترة عملهم الرسمية، وأشاد باعباد بالجهود التي بذلتها السلطة المحلية لإعادة افتتاح فرع التأمينات الاجتماعية والتي ستنعكس خدماتها في تأمين المواطنين. وثمن المدير السابق للمؤسسة محسن نصير جهود الموظفين الذين أفنوا معظم حياتهم العملية في سبيل خدمة المؤسسة، حثّن الشباب إلى بذل المزيد من الجهود الإدارية والخدمية لتيسير كافة الخدمات للمواطنين. واصلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت فعالياتها في اليوم الثالث على التوالي بإقامة الألعاب الشعبية ولعبة الشبوان بالمكلا، وتحت شعار ذكرى التسامح والتصالح وفاء للشهداء على درب الاستقلال في 13 من يناير، وبحضور أعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بحضرموت والقيادة المحلية بمدينة المكلا، وبمشاركة أشهر الفرق الحضرمية للألعاب الشعبية فرقة المدينة من سيئون وفرقتي علي سعيد والسور من الشحر. انطلقت بداية الفعالية للألعاب الشعبية من بريد المكلا ووصولا إلى جولة الدلة، مستعرضين خلالها اللوحات الفنية والرقصات الشعبية ومرددين الأبيات الفرائحية. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يدشن اللقاء العلمي السنوي الأول لأمراض وجراحة القلب، ويلتقي وكيل وزارة الصحة بالمكلا. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تتفقد سير الأعمال في مشروع معهد التعليم الفني والتدريب المهني بسيئون. مركز المرأة للدراسات والبحوث في جامعة حضرموت ينظم ورشة عمل حول رؤية وأهداف المركز للمرحلة المقبلة. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.